سلام عليكم إمام الرسل. إمام الرسل، أتيت بشوق لكي أبتهل، فلي في رياض المدينة قلب يدق بصدري ولا ينفصل. سلام عليكم إمام الرسل، ولي عند طيبة أغلى حبيب، لوجه النبي بعثت القبل، إذا أبصرته عيوني أنيرت، وغنت بعطر النبي المقل. فشمس صلاتي أضاءت حياتي، وقبل مماتي فؤادي اتصل، وأجر سلامي أنار كلامي، ففيه هيامي كطعم العسل. شو يا يابا جميل؟ ليش مش رايح لهم على المدرسة؟ ما انت عارف يا يابا، يوم دوام ويوم عطلي بسبب مرض كورونا. مظبوط كلامك، انا اللي نسيت يا يابا. وين رايح؟ يابا اتصل في ابو مؤنس وبده ياني بشغلة ضرورية، لازم اروح اشوفه. لازمك شي يابا؟ بدي سلامتك. الله يسلمك ويرضى عليك يابا جميل. الله يرضى عليك، بدي تحط لي كل مخك في الدراسة، بدي تجيب الاول على المدرسة. ها ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخوي يا حبيبي، لا تزعل ولا تعصب، هي انا حكيت مع ابو العبد، حبيبنا انا وياك يكون بيننا ويحلها. يا حبيبي يا حبيبي، والله والقف والقف، مين جايب لي ابو العبد؟ يعني هلقيت بتكون انت وياه متفقين ومكولسين علي؟ لا يا زلمي، انت طول عمرك بتسيء الظن فيي. ما انت طول عمرك وانت ولد صغير بدك تسبح علي وتعلم علي انا بالذات. يا جماعة يا اخوان، صلوا على النبي. ومنين جايب له المصطلحات الثانية هذه يا ابو بدر؟ بتشبع علي وبتعلم علي؟ يا رجل اتق الله في كلامك وسيبك من هالحكي. ما هو صدق المثل، صدق المثل. شو بقول المثل؟ مين بيشد مع العروس غير امها وخالاتها وعشرة من حاراتها؟ بالك انا بكون وين؟ ام العروس ابو مؤنس ولا من خالاتها ولا من العشرة جيرانهم؟ يا حبيبي خذ القف، أقول لك مين بكون؟ واحدة من خالاتي. يا حبيبي أنت العشرة كلياتهم. يا سيدي اعتبر خمسة مني إلك وخمسة مع أخونا أبو مؤنس. شوفوا يا جماعة، أنا الأرض شفتها وتمعنت فيها، خلينا نروح نقعد لنا بمكان هادي نتحدث فيه ونحل المشكلة. اتفضلوا. يلا. مين يابا؟ والله ما نعرف، رقم غريب. طيب افتح خط قبل ما يفصل. ماني خايف يكون صاحب الدار وبده الإيجار. أبو النمر؟ ما أبو النمر رقم مسجل عندك. ماني عارف يابا أن رقم مسجل عندي، بس أنا مش عارف شو بدي أعمل معه. ما تعمل إشي، ربنا اللي بيعمل. افتح يابا، افتح الخط. هيك رأيك؟ ألو؟ السلام عليكم. يا جماعة الخير، أنا لهلأ مش عارف شو المشكلة اللي بيناتكم. لا والله صدقتك، صدقتك أبو العبيد، صدقتك. من غير يمين إني ما حكيت له إشي عن الموضوع. يا أخي أبو بدر، أبو مؤنس اتصل فيي تليفون وقال لي إنه أنا عاوزك في هالموضوع، فاضي؟ قلت له بفضي حالي إلك. قال لي هيني في الأرض ومعاي واحد، وهيني إجيت وإنت طلعت هذا الواحد. حنون حنون،
الأوف الأوف. لا والله صدقتك يابا، صدقته. أبو بدر، أبو العبد طول عمره صادق، طول عمره ولا طول كريم، أكيد هلا بيطلعك أنت الصح وبيطلعني أنا الغلطان. يا أبو مؤنس، أبو بدر ما بقصد صدقني أو كذبني. أبو بدر أنا عارف إنه بقصدش، هذا أخوي وأنا عارفه. شو؟ أخوك؟ أخوك أخوك؟ طب يا رجل أنت من عيلة هو من عيلة وما فيش شبه بيناتكم. هذا يا سيدي بعد ما توفى أبوي الله يرحمه ويفش فش طوبة لتحت راسه، أمي لبست أبوه وخلفته وصار أخوي غصب عني يا سيدي. قديش إلي بعرفكم عمره ما خطر ببالي إنكم تكونوا أخوة. حضرتك وين الأنس السجد عبد الفتاح؟ نعم صحيح، أنا عبد الفتاح والد ساجدة. أهلين أخي، ويسعد أوقاتك يا أبو إيش حضرتك؟ أنا أبو ساجدة، هي ابني وبنتي وكل عيلتي، بس لطفاً مين حضرتك؟ أنا بحاكيك بمؤسسة ساند الخيرية، بشاركني أقول لك إن المؤسسة وافقت على تسديد 50% من الأقساط الجامعية على شكل قرض حسن، على أن يبدأ التسجيل بعد التخرج إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا بابا الحمد لله. بعد ما توفت الوالدة الله يرحمها تركت لنا شفت الأرض اللي أنت شفتها وحصة أنا وأخوي مناصفة. أنا أول شغلة فكرت فيها إنه أبني في حصة من الأرض جامع، لأنه المنطقة بحاجة هون لجامع. حنون حنون، ما هو أنا كمان فكرت أبني جامع، بس كيف بدي أزبط جامعين حد بعض يا أبو العبيد؟ طب يا جماعة مين اللي فكر فيكم أول؟ أنا اللي فكرت أول، ولما حكيته على الفكرة صار هو اللي بده يبني الجامع. أحلى خبر بسمعه بحياتي على وجهك يا أحلى أبو ساجدة. الله يجعله ألف ألف مبروك يابا، والله ما كنت عارف شو بدي أعمل. مش أنا حكيت لك أنت ما تعمل إشي الله اللي رح يعمل؟ لا إله إلا الله، يا رب كملها علينا بسترك ورحمتك يا رب. بس يا بابا مش حاسستك مبسوط مثل ما أنا مبسوطة. لا يابا أنا مبسوط، والله يبسطك ويسعدك ويوفقك واشوفك احلى دكتوره في الدنيا يا يابا. بس شكله في اشي منغص عليك، احكي لي يابا فضفضلي، مش انا ابنك وبنتك وكل عيلتك مثل ما حكيت للزلمه؟ الله يخلي لي اياك يابا، اصلا انت كل عيلتي وحياتي وانا مش عايش الا علشانك. يا حبيبي يا ابو بدر، يا تاج راسي، يا اخوي الكبير، انا لما حكيت اني بدي ابني جامع هاد كان بناء على رغبه امك الله يرحمها، حكت لي وهي في المستشفى إنها نفسها تبني جامع قبل ما تموت. يا سيدي إمك الله يرحمها كان نفسها تبني جامع وهي عايشة، وهالقيتها ماتت وما بنى، طب وين المشكلة إنه ابنها الكبير هو اللي يبني؟ بس أنا حاسس إنه هذا الإشي من مسؤوليتي أنا، لأنها هي حكت لي إلي. والله أغرب طوشة شفتها في حياتي بين اثنين إخوة، الله يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. بالله عليك تحكي لي شو اللي منكد عليك؟ والله ما في إشي يابا، خلص خلينا أكون أروح أوقع هالمعامل من المؤسسة قبل ما يبطلوا. بالله عليك هاي ضحكة واحد مبسوط، أنت بتمثل أنك مبسوط. والله يابا ما في إشي، ما أنا حكيت لك فيش إشي. لا في إشي وأنا اللي بدي أقول لك شو فيه. يابا خلينا أروح قبل ما يخلص دوام المؤسسة. أقساط الطب وأسعاره عالية كتير، توفير 50% مش رح يعمل إشي، أصلاً وضعنا المالي ما بسمح حتى نكمل باقي القسط. طيب يا سيدي أنا بدي أفهم من كل واحد فيكم شو كانت نيته لما فكر بده يبني الجامع. أنا نيتي ومن كل قلبي صادقة، ويشهد الله أني بدي أسميه بجامع أم أبو بدر، بقصد أم معزوز. معزوز اللي هو أنت؟ علشان تصير سيرتها على كل لسان، وأي واحد بيفوت على الجامع يقرأ اسمه على جدران الجامع يصير يدعي لها. الله يرحمك يا أم معزوز. والله الله يرحمك يا أم معزوز. ويا معزوز انت. ويا سيدي اذا طلعت انا بالمعيه شو خسران يعني، بالعكس هذا مكسب الي، وبجوز في المستقبل يصير اسمه جامع معزوز. لا بزبطش، صحيح في عنه جامع في البلد بهذا الاسم. مش انت دائما يا بابا بتحكي احنا ما بنعمل، الله اللي بيعمل والله كريم. بس يابا عشان نكون منطقيين ونفكر صح ونحط عقلنا براسنا، انا رح اغير هاي الكليه، رح اروح على كليه ثانيه غير كليه الطب. لا يابا دخيلك ما تغير الكلية، أنا لو بشحد على أبواب الجوامع إلا تكمل التخصص اللي حلمك فيه. مش أنت وصغيرة كان حلمك تطلع دكتورة؟ أنت حكيتها وأنا صغيرة، يعني طفلة صغيرة وبتحلم، وأنا كنت مفكرة أنه الحياة عند الكبار سهلة مثل ما هي عند الصغار.
شو رايكم يا جماعة نسمي المسجد ام معزوز وسالم؟ يا حبيبي الاف الاف، لا يابا لا يا حبيبي، انا ابن الجامع في حصة في الارض وحط اسم سالم مش بكفي ما اعطيه حصة بالارض؟ كيف يعني انك مسمحني بحصة في الارض؟ ابو مؤنس انا بدي اسألك نفس السؤال، شو كانت نيتك لما انت فكرت ابن المسجد؟ والله ربنا يشهد على نيتي انه لوجه الله تعالى. اي وعلى حساب بتقول انه عن روح امك، يعني امك طلعت برانية هيك؟ يا جماعة بس ربنا هو المطلع وبيعرف النوايا وبيعرف ما في نفوسكم. السلام عليكم. اهلين محمد. محمد وين انت؟ في الجامع. طيب ماشي استناني انا بتوضى وباجي عليك منصلي مع بعض. ماشي مع السلامة. انا نيتي انه ابني الجامع لوجه الله تعالى لحاجة المنطقة لإله، وراح يكون صدقة جارية عن الوالدة برا بالوالدة الله يرحمها، وراح اسميه جامع البر. حنون حنون، وشو استفادت الوالدة الله يرحمها؟ اسمع يا أب بدر، بدي أحكي لك هالحتوتة كانت بتذكرني بالأطفال اللي كانوا بعدوا بتقاتلوا مع بعض. يا حبيبي يا حبيبي، والأوف الأوف، هلا وقت حواديت يا أبو العبيد. قرر ملك من الملوك إنه يبني مسجد في اسمه بنية إن الناس تترحم عليه بس يموت ويدعو له. ملك بفهم مثلي، قال بقول جامع البر بقول لك. بس هذا الملك يا جماعة اشترط إنه ما حدا يساهم ولا يشارك في هذا المسجد إلا هو. إيه الشركة تركيا يا أبو العبيد، معلوم. حنون صبرك يا أبو بدر، خلي أبو العبيد يكمل كلامه. وخلص المسجد يا جماعة ما شاء الله عليه، بس الملك على مدار 3 أيام وهو بيحلم إنه بنزل ملك من السماء بشطب اسمه بحط اسم مرأة عمره ما سمع عنها. مرحبا، قسم تسجيل والقبول. أي نعم تفضلي. لو سمحت أنا ساجد عبد الفتاح، سجلت عندكم بكلية الطب. كم معدلك بالثانوية العامة؟ 98.8. ما شاء الله ما شاء الله، تفضلي بشو بقدر أخدمك؟ لو سمحت بس بدي أعرف ساعة كلية الطب وساعة كلية التمريض، يعني الفرق بيناتهم. وقال للحراس والحاش اللي عنده بدي تفتشوا وتجيبوا هاي المرأة، بدي أعرف ليش الملك بقيم اسمي وبحط اسمها. قالوا للحراس هاي مرأة عجوز ساكنة خلف القصر، أكيد بده أجيبها عشان يعرف شو السبب. وفعلا جابها وإجت وسألها الملك، أنتوا شو عاملة عشان الملك يقيم اسمي ويحط اسمك؟ أكيد المرأة متمنية إنها هي اللي تكون باني الجامع. فعلا كانت تتمنى تساهم ولو بمفحص قطعه. خذوا القف يا ابا خذوا القف، بلش ابو العبيد يخربش، بلش يحكي تركي. ابو العبيد شو يعني مفحص قطعه؟ رسولنا الكريم بقول من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطعه او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه. والقطعه هو طير عند العرب، والمفحص هو عش اللي بيبيض فيه هذا الطير. اللهم انا نسالك بيتا في الجنه. لا يصح لك تبني في الاول مفحص القطعه، هذا اللي حكى عنه رسولنا اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كمل عمو ابو العبد كمل. طبعا العجوز يا جماعة حكت عن أمنيتها، لكن ما كانت قادرة تساهم في هذا المسجد لأنه كان الملك محذر أي حدا يساهم في هذا المسجد. وحقق معها الملك، قال لها طيب أنا بدي أفهم كيف الملك بقيم اسمي وبحط اسمك، شو اللي عملتي؟ قالت له العجوز بكل هدوء، أنا كنت أسقي الماء للدواب اللي كانت تحمل الحجارة واللي كانت تحمل الأدوات اللي بده ينبني فيها المسجد. تمام شكرا جزيلا. قبول الطاعات عند ربنا عز وجل مرهون يا جماعة في النوايا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بقول إنما الأعمال بالنيات. صدق رسول الله. أخوي حبيبي أبو بدر، أكيد فهمت سبب السؤال اللي سأله أبو العبد عن نية كل واحد فينا ليش بده يبني الجامع، وأكيد فهمت وعرفت أنه أنا اللي لازم أبني الجامع حسب نيتي لأنها خاصة لوجه الله تعالى. أكيد رح تسامحني يابا مع أني سجلت في كلية التمريض، مش رح أكون بعيدة عن حلمك في أنك تشوفني في المريول الأبيض، بس مش رح أقدر أحكي له أني سجلت التمريض. بس خلال دراستي مش رح يلاحظ الفرق. طب شو بدي أقول له؟
شو لازم احكي له بقيه قصه الكليه؟ انا كمان برضه حابب ابن الجامع، واعتبرني يا سيدي غيرت نيتي وبدي ابني لوجه الله تعالى. طيب يا سيدي شو بدك تسميه؟ اذا بدي اسميه باسمي اكيد رح يجي ملك يمسحه ويحطه باسم ابا مؤنس، عشان هيك خلص بدي اسميه جامع البر مثل ما بده اخوي. معناته هيك يا جماعه احنا وصلنا لاسرع حل في العالم. مين؟ انا ابوك يا بابا. طب تفضل، ما معك المفتاح. يابا حتى ولو معي المفتاح لو كان لازم ادق الباب والاصول اصول. طب تفضل يا بابا فوت. يابا. يا ابو الاصول انت. هذا مبسوطة، شو صار معك في الجامعة؟ شايف يا أبا مش حكيت لك، ربنا بس بده يفرجها بفرجها، بس أنت توكل على ربك. عندكم قطعتين أرض، بنبني قطعة عليها المسجد بالشراكة بيناتكم، والقطعة الثانية بنستفيد فيها، بننفع الناس، يا بنبني عليها مدرسة، يا بنعمل مستوصف، يا بنعمل حديقة أطفال، بنكون هيك أفدنا الناس. ولن يقل ثواب هذا العمل اللي بدنا نعمله بالقطعة الثانية عن ثواب المسجد، صدقوني يا جماعة الخير، وممكن يصل أكثر. ممتاز، أفكار رائعة، بس بإمكاننا أنه نعمل أي مقترح من المقترحات على نفس قطعة الأرض تحت الجامع، وهيك بنقدر نستفيد من القطعة الثانية بإشي ثاني. أنا يا بابا اتفقت مع الجمعية وكل شيء تمام، ورح يتم التسديد عن طريق البنك اللي في حسابهم، بس يا بابا أنا اللي محيرني إني كيف بدي أدفع 50% من المبلغ المتبقي؟ الحمد لله يا أبا اتدبرت. كيف اتدبرت؟ وشو صار معاك؟ حكيت مع قسم التسجيل عنه. إنه إيش يا بابا؟ احكي. يعني سألت عن كيف أنه ممكن نسدد بقية التكاليف، وحكولي أنه إيش يا بابا؟ ما تحكي وتفهميني، احكي. إنه في صندوق خاص بالطالب الفقير يابا، احكي الفقير. لا المتفوق، الطالب المتفوق، يعني هم بدهم يسددوا عني باقي الأقساط لأني متفوقة وعلاماتي عالية، ولا إذا بصير يوم من الأيام تاسة بالجامعة بصيروا يحكوا لي اذهبي من الجامعة أيتها التاسة. لا سمح الله يا بابا، هي من إمتى الجامعة بتعمل صندوق للطالب المتفوق؟ ومن إمتى الجامعات بكون عندهم أموال فائضة مشان تعطي للطلاب؟ ولو الأمر عندي أنا ببيع قطعة الأرض الثانية وبستغل مصاريها وفلوسها ممكن في بناء المساجد، أو أعالج الناس اللي مش قادرة تتعالج، أو أدفع فاتورة واحد في المستشفى، أو أساعد الطلاب اللي بيجيبوا معدلات عالية جدا في كلية الطب أدفع عنهم بعض الأقساط، ومنكون هيك خففنا أعباء عن الناس. بس هاي مش من أموال الجامعة. ولا من أموال مين يا بابا؟ يعني من أهل الخير. صدقات يعني. يعني يا بابا بدك إياني بعد هالعمر الطويل أمد إيدي لأصحاب الزكاة والأموال وأخذ منهم صدقات، مش هيك بديك؟ طيب فكرة منيحة، بس أنا شو بدي أضمن لي بيت في الجنة لحالي ما حدش يشاركني فيه؟ يعني حسب كلامك يا أبو العبيد إنه من بنى بيتا لله ولو بحجم قطعة. يا أخوي الكلام بقول ولو كمفحص قطة. ثانيا هذا الكلام مش كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ما في حدا بيضمن لحدا إشي عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. خود يا سيدي ونقف يا سيدي، أبو مؤنس صار مفتي. كلام أخوك 100%، وربنا قال في كتابه العزيز على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا ببني الجامع لحالي عشان أضمن في الجنة بيت لحالي. شو رجعنا في كلامنا؟ ما صدقنا وإحنا نتفق يابا. هذا الصندوق فكرته نفس فكرة مؤسسة ساند اللي أنت كنت فيها هسا، يعني نفس الإشي، بس أنه هذا الصندوق يابا بتضل تلف وتدوري صندوق وما صندوق، فهميني شو فيه يا بنت؟ ليش بتتمتمي؟ ما تحكي ولا انعقد لسانك. طيب هاي بدي احكي لك، بدي افهمك. اسمع، هذا الصندوق يعني بتكون في ناس بدهم يعملوا اعمال خيريه عن روح امهاتهم او ابائهم او عن روحهم هم نفسهم، فبدل ما يعملوا جامع في منطقه كلها جوامع بيعملوا فكره انه قرض
للطالب الجامعي عشان يعني يقدروا يساعدوا بتسديد قسطه، ومنصير احنا نسدده على اسهل التساهيل. يا سيدي اكتب لي ورقه اضمن لي فيها بيت بالجنه او بين البيع والشراء يفتح الله. ويا سيدي هي الورقه بدي اكتب لك اياها، وهاي القلم. انا ابو العبد عبدا من عباد الله اشهد واقر بان من بنى بيتا لله بنية خالصة لوجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة، وذلك إيمانا بكتاب الله عز وجل وتصديقا مني بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أوقع. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله. سلام عليكم إمام الرسل. أتيت بشوق لكي أبتهل فلي في رياض المدينة قلب يدق بصدري ولا ينفصل. سلام عليكم إمام الرسل، ولي عند طيبة أغلى حبيب لوجه النبي بعثت القبل، إذا أبصرته عيوني أنيرت وغنت بعطر النبي المقل، فشمس صلاتي أضاءت حياتي وقبل مماتي فؤادي اتصل، وأجر سلامي أنار كلامي ففيه يامي كطعم العسل.